في يوم من الأيام ستصل لما تريد. حينها سوف يهدأ ذلك الضجيج الذي بات يسكن رأسك. سوف يرتاح قلبك، ذلك القلب الذي لطالما عانى مر تلك السنين. سوف تتوقف كل تلك الصراعات والملاحم التي أربكت أرجاء صدرك. ستنعم بالسكينة والأمان، ستكون بخير وفي أحسن حال، وما ذلك على الله بعزيز.